لما قلنا فرصة، نعم هذه فرصة لنا جميعا أن نساهم في تسيير الشأن العام للدولة الجزائرية من أعلى منصب في الدولة. في برنامج الأخ حساني شريف عبد العالي، أول بند هو الدولة وتقوية مؤسساتها والحفاظ على سياداتها. من خلال واش؟ من خلال جملة من الإجراءات. هذه الإجراءات تمثل في تعديل وإصلاح دستوري يكون فيه أكثر من سلطة. الدول الحديثة لا تقوم على سلطة واحدة، بغض النظر على إخلاص وصدق وكفاءة الشخص اللي يكون تما في منصب رئيس الجمهورية. إذا سلمنا بأن هذا السيد مخلص وصادق وكفء، الدولة لا تقوم على سلطة واحدة، تقوم على سلطات متعددة. هذا الإصلاح الدستوري والقانوني يحقق هذه السلطات، ويحقق الفصل بين هذه السلطات، ويحقق التوازن والتكامل بين هذه السلطات، وتصبح للسلطة التشريعية دورها الرقابي باش ما تغيبش مرة أخرى عن الفساد والاستبداد، وتصبح سلطة قضائية لا تغيب كذلك، لا قدر الله إذا كان فيه اعتداء على المال العام ولا اعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وتصبح البلاد والجزائر تدار بهذا الشكل.